طيب هنتكلم بقى دلوقتي عن الفاكتورز افكتنج الكتروبوليز، ايه العوامل اللي بتتحكم في تصنيع كرات الدم الحمراء؟ بمعنى اصح وببساطه خالص، ايه الحاجات اللي بتزود تصنيع كرات الدم الحمراء والعكس الحاجات اللي بتقللها، او ايه الحاجات اللي بتتحكم فيها؟ طيب نبدا باهم حاجه، اول حاجه هي ايه اصلا وظيفه كرات الدم الحمراء؟ انها تنقل الاكسجين. يبقى التغير في الاكسجين بيتحكم طبعا في عمليه التصنيع. يعني ايه؟ يعني لو الاكسجين قل في جسمي معنى كده ان انا محتاج اكسجين كتير، معنى كده ان انا هصنع كرات دم حمراء كتير. يبقى ببساطه خالص نقص الاكسجين ده اكبر عامل حفاز لتصنيع المزيد من كرات الدم الحمراء. تمام، يبقى اذا نقص الاكسجين دي اسمها هايبوكسيا. هايبوكسيا هايبو يعني نقص، واوكسيا جاب الاكسجين. يبقى هايبوكسيا او الاكسجين سبلاي، نقص الاكسجين سبلاي، نقص الاكسجين سبلاي، سوري انت رخم صحيح، نقص الاكسجين سبلاي نقص الاو2 دي بيسموها هايبوكسيا. تمام كده، يبقى اكتر واهم حاجه بتعمل ستيموليشن او بتاثر في عمليه الاريتروبيزيس، بتافكت الاريتروبيزيس، هي نقص الاكسجين سبلاي او اسمها الهايبوكسيا. طيب هل الهايبوكسيا بتزود ولا بتقلل؟ قلنا بتزود. طب هايبوكسيا زي ايه؟ الحالات اللي الشخص فيها يبقى هايبوكسيك، او نقص الاكسجين عنده عالي، نقص الاكسجين عنده يعني كميه الاكسجين عنده قليله، ففي زياده يعني في النقص، زياده في النقص يعني نقص. معنى المهم ايه الحالات اللي بيبقى فيها هايبوكسيا؟ تخيل كده نجيبها من بره لجوه. يعني من بره لجوه، واحد مثلا فوق المرتفعات، فوق اللي قاعد مثلا في فوق جبال الهيمالايا، وضغط الاكسجين ذات نفسه في الجو، الاتموسفيريك بريشر، الاكسجين ذات نفسه اللي في الجو الضغط بتاعه منخفض خالص. يعني ايه ضغط منخفض؟ انت عندك كل ما تقرب من مستوى البحر كل ما تركيز الغلاف الجوي وتركيز الاكسجين وتركيز الغازات بيعلى، كل ما تطلع لفوق كل ما تركيز الغازات يقل. يعني ايه تركيز الغازات يقل؟ لما تركيز الاكسجين في الجو يبقى قليل، قدرته انه يخش، شوف ضغط الاكسجين، ضغط الاكسجين قليل، فلما يجي يخش من بره الجسم لجوه الجسم بيخش مش زي ما يخش هو تركيزه عالي او ضغطه عالي. يعني انت مثلا بترش ميه مثلا بضغط عالي، الميه بتمشي مسافه اسرع وبتمشي اكتر. يعني لو قفلت في وجهه الخرطوم ده كده زودت الضغط فالميه تنطلق. نفس الفكره، انت كل ما بتطلع فوق ضغط الميه بيقل، او ضغط الهواء بيقل. بقى هنا بنتكلم عن الاكسجين، ضغط الهواء لما يقل وانت فوق الجبال دخوله لجسمك بيقل، فالاكسجين اللي في جسمك يقل، فيبقى عندك هيبوكسيا. يبقى اول حاجه ان الجو ذات نفسه اللي فيه مشكله، ودي على فكره تطبيق عملي ليها في الحياه. كنا احنا دايما كده واحنا بنتابع نشاط الكوره، يعني بنلاقي يقول لك مثلا ايه ده، في فريق معين في اسبانيا او مش عارف في الارجنتين او فين بتلاقي الفريق ده اصلا المكان اللي قاعد فيه منطقه جبليه، فلما يجي فريق كبير يلعبه، الفريق الكبير يلعبه مش بيقدر يواجههم. ليه؟ لان الفريق اللي هو في المنطقه الجبليه دي متعود على اللعب والاكسجين عنده قليل. الفريق اللي لسه جاي جديد ده لو ما جاش قبل المباراه باسبوع او 10 ايام واتمرن واتدرب وعمل تدريبات وفضلوا يلعبوا على الوضع بتاع نقص الاكسجين ده، مش هيقدروا يواكبوا او يواجهوا الفريق الثاني. ليه؟ الفريق الثاني متعود يلعب وهو الاكسجين قليل، انما الفريق اللي لسه جاي جديد واول مره يجي المنطقه العاليه دي هيجي يلعب، هيلعب نص الماتش ويهنج. ليه يهنج؟ لان هو مش متعود ان كميه الاكسجين اللي في الجو كده قليله. طيب فدي اول حاجه، ان نقص الاكسجين دي اللي هي بقى الحاجات اللي بيبقى فيها هيبوكسيا. الحالات اللي بيبقى فيها هيبوكسيا اول حاجه بيسموها الهاي التيتيود اللي هي المرتفعات. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، الاكسجين في الجو زي الفل وكل حاجه، بس الشخص ده مريض وعنده مشكله، عنده كرونيك لانج ديزيز او كرونيك ريسبيراتوري ديزيز، عنده مرض في الرئه بتاعته. الاكسجين زي الفل والضغط بتاعه في الهواء زي الفل، بس الشخص ده مش عارف يتنفس. ليه؟ لان الرئه بتاعته بايظه، عنده ديفكت في اللانج بتاعته، مش عارف يحول الهواء، مش عارف يمتص الهواء او الاكسجين من الجسم من الجو ويدخله الجسم. عنده مثلا كوفيد، مش انت عندنا الناس اللي بيبقى عندهم كوفيد 19 عندهم ايه؟ ابر ريسبيراتوري انفكشن او لور ريسبيراتوري تراكت انفكشن، عندهم ريسبيراتوري تراكت انفكشن يعني عدوى في الجهاز التنفسي، يعني الجهاز التنفسي مش قادر يشتغل كويس، يعني مش قادر يمتص او يتنفس الاكسجين. يبقى الشخص ده هيبقى هيبوكسيك. ايوه هيبوكسيا، الشخص بتاع كوفيد عنده هيبوكسيا، بدليل انك لما بتيجي تقيس تركيز الاكسجين بجهاز اللي هو القياس اسمه اوكزيمتر، بيقيس بيه تركيز الاكسجين، يقول لك تركيز الاكسجين بتاعه قليل. ليه؟ لان الجهاز التنفسي فيه مشكله في الوصله، الهواء برضه زي الفل بس الشخص مش عارف يدخله جوه جسمه لان الجهاز التنفسي فيه مشكله. يبقى ثاني حاجه عنده كرونيك او عنده ريسبيراتوري ديفكت عموما، كرونيك بس الاشهر بتبقى في الكرونيك. الشخص اللي عنده مثلا برونكيال ازمه او حساسيه على الصدر، او شخص مثلا عنده ضرر تي بي، بتلاقي الهيبوكسيا او الزرقان في جسمه ونقص الاكسجين باين جدا، بيسموه كرونيك ريسبيراتوري ديزيز. تمام كده؟ طيب الجهاز التنفسي الجو حلو، الجهاز التنفسي حلو بس هو عنده مشكله في البلد، او مش خليني قبل البلد ده، ماشي خلينا عنده مشكله في البلد. يعني ايه عنده مشكله في البلد؟ يعني هو اتنفس، مش انت دلوقتي بتاخد الهواء من الجو عن طريق الجهاز التنفسي تركبه على كرات الدم الحمراء، على الهيموجلوبين اللي جوه كرات الدم الحمراء. تخيل كرات الدم الحمراء دي مش سليمه، عنده انيميا،
عنده نقص في كرات الدم الحمراء. الهيموجلوبين اللي جوه كرات الدم الحمراء بايظ، عددهم كويس بس عدده بس الهيموجلوبين اللي جوه بايظ، فعنده ديفكت مشكله في الكارينج كباسيتي، في سعه حمل الاكسجين. الرئه زي الفل ودخلت لك الاكسجين لحد جوه الجسم، المفروض الدم بقى يستلم الاكسجين من الرئه مشكورا ويدخله للخلايا الانسجه. بس البلط في مشكله، في انيميا مثلا، في نقص في الكارينج كباسيتي، سعه استخدام او سعه حمل الدم للاكسجين فيها مشكله، فيها ديفكت. فكده برضو الشخص ده هيبقى عنده هيبوكسيا، تمام يعني كده؟ يبقى نقص الكارينج كباسيتي. طيب يا سيدي الدم كويس وزي الفل، واحنا اتنفسنا والشخص الجهاز التنفسي بتاعه كويس والضغط بتاع الاكسجين في الهواء كويس، بس الشخص ده مثلا قلبه عنده هارت فيلير، قلبه مش قادر يضخ الدم. الدم زي الفل وعليه الاكسجين بتاعه وكل حاجه تمام، بس القلب مش عارف يضخ. فالاكسجين مع الدم واقفين في حته معينه مش قادرين يتحركوا. سرعه سريان الدم ذات نفسه بقى في الجسم مش مظبوطه، لان الدم المضخه بتاع الدم القلب مش قادر يضخ. فلو شخص مثلا عنده هارت فيلير او اي مشكله في القلب كبيره تعمل لك هايبوكسيا برضه. هارت فيلير اهو، كل دي حاجات تعمل لك هايبوكسيا. يعني ايه تعمل لك هايبوكسيا؟ يعني الشخص اللي نقص اللي في الاماكن المرتفعه يبدا جسمه يحفز خلايا جسمنا، يعني يحفز البون مارو بتاعنا ان هو ينتج كرات دم حمراء عشان تواجه النقص اللي بيحصل لي ده. الشخص اللي عنده كرونيك ريسبيراتوري ديزيز يحاول يحفز جسمه، بدل ما هو يبقى عنده 5 مليون ار بي سي يحاول يزودهم شويه. ما هو ده اللي خلى لعيبه الكره اللي قاعدين بقى لهم كتير في المنطقه دي، في المنطقه الجبليه، او الناس اللي ساكنين في الجبال، يخليهم يعيشوا عادي ونقص الاكسجين، يعني الجو فيه اكسجين ناقص، في المرتفعات الاكسجين ناقص. طب هو عايش ازاي؟ ما هو خلاص النقص ده الهيبوكسيا دي بتعمل ستيموليشن للاريثروبيوزيس. فتلاقي شخص قاعد في المرتفعات على الرغم من ان الاكسجين بتاعه قليل، الا انه عايش زي الفل، لان الجسم عوض العمليه دي بزياده الار بي سيز. فلما الار بي سيز تزيد تستغل قوي كميه الاكسجين اللي موجوده في الهواء دي وتوزعها على الجسم كله. تمام كده؟ نفس الفكره برضو دي اسمها اكوموديشن، ازاي بتتاقلم. فالحاجات اللي هي بتنقص الاكسجين كرد فعل التاقلم بتاعها انها تزود عمليه تصنيع الار بي سيز. طب نفترض ان كل حاجه سليمه، يعني الشخص ده مش في هاي التيتيود والريسبيراتوري تراكت بتاعه كويس والبلد بتاعه زي الفل والقلب بتاعه زي الفل. تخيل بقى طفل مثلا كل حاجه عنده زي سليمه، بس هو الديمانس الاحتياجات بتاعته هو محتاج كميه كبيره اكبر من الطبيعي، يعني اكبر من المعتاد. هو لا كميه الاكسجين اللي محتاجها كبيره عشان يبني جسمه، لسه طفل صغير وفي مرحله جروث، مرحله بناء، فمحتاج كميه اكسجين كبيره وكميه طاقه كبيره. علشان كده بتلاقي ايه؟ بتلاقي كميه الار بي سيز اللي فيه اعلى، عمليه الاريثروبيوزيس بتبقى اعلى. فلما يبقى شخص محتاج كميات كبيره من الاكسجين، تمام كده؟ لما يبقى محتاج كميات كبيره من الاكسجين يحفز اكتر عمليه تصنيع الار بي سيز اللي هي الاريثروبيوزيس. بيبقى رقم 5 زياده الديماند. اذا زادت احتياجات الجسم للاكسجين بشكل تلقائي يحفز عمليه تصنيع الار بي سيز الاريثروبيوزيس، وده بديهي عشان تقدر تشيل الاكسجين الزياده اللي هي محتاجاه. دي كانت الحاجات اللي بيحصل فيها هايبوكسيا وبالتالي بتحفز الاريثروبويز. طيب بتحفز الاريثروبويز ازاي؟ الهايبوكسيا الحاجات الناقصه دي الميكانيزم بيتم ازاي؟ شايف الحاجات الخمسه دي او عمليه الهايبوكسيا عموما، الهايبوكسيا عموما دي لما يحصل هايبوكسيا في الجسم بتروح تحفز هرمون اسمه اريثرو، ركز كده، اريثرو بيوتين، تمام؟ هرمون اسمه اريثرو بيوتين. الاريثرو بيوتين جاي من اسمه اريثرو يعني كرات دم حمراء، بيو يعني تصنيع، تي اي ان اللي في الاخر ديت يعني بروتين، البروتين اللي بيحفز تصنيع كرات الدم الحمراء ده هرمون الاريثروبيوتين. هرمون الهرمون ده بيعمل ايه؟ فاكر لسه كنا قايلين من شويه في الستيجز بتاع تصنيع الار بي سيز كان عندك ستيم سيل بتتحول، ستيم سيل اللي هي الهيماتوبلوري بوتن هيماتوبايوتيك ستيم سيل بتتحول لحاجه اسمها بري اريثرو بلاست، والبري اريثرو بلاست بتتحول بعد كده في الاخر بتمشي كذا خطوه في الاخر بتتحول ار بي سيز. طيب الهرمون بتاعنا بقى الجميل ده بيعمل ايه؟ اللي هو الاريثرو بيوتين ده هو الاساسي للعمليه دي، الخطوه دي عشان تحول الستيم سيل لبري اريثرو بلاست، عشان تكون البري اريثرو بلاست دي لازم اريثرو بيوتين، تمام كده؟ وكمان دي الخطوه الاساسيه بتاعت المهمه بتاعته، وكمان بيحفز الخطوات دي. يبقى اذا لما يحصل للشخص ده هيبوكسيا بسبب من الاسباب الخمسه اللي قلناهم دول، الهيبوكسيا دي تحفز الجسم انه يطلع هرمون اسمه اريثروبيوتين، اي ان يعني بروتين، اريثروبيوتين يعني تصنيع، هرمون اللي بيساعد على تصنيع الار بي سيز، تمام كده؟ بيساعدها ازاي؟
بيروح يحفز الستيم سيل الخلايا الجذعيه يحصل لها ديفرنشيشن لبري اريثروبلاست. والبري اريثروبلاست دي مش في الترتيب اللي احنا عارفينه ده ار بي سي، هو الاساسي لتكوين البري اريثروبلاست وكمان بيحفز تكوين الار بي سي. ده الاريثروبيتين. طب بيتكون منين؟ ده وظيفه الاريثروبيتين بيتكون فين او بيتكون منين؟ على حسب. يعني ايه على حسب؟ على حسب انت فيتاس او تشايلد كده ولا شخص ادلت اتولد. الفيتاس بيتكون من الليفر. يعني الاريثروبيتين ده اهو وانت فيتاس كده بص، على حسب انت لسه يعني لو في الفيتاس في الجنين بيتكون من الليفر تمام كده. طيب انت بقى الشخص ده كبر بقى بيتكون منين؟ وجون بقى دي كان سبب ان العلماء يكتشفوا، هقول لك القصه وانت تعرف هو بيخرج منين. كان سبب ان العلماء يكتشفوا ان الشخص اللي عندهم الاشخاص اللي عندهم فشل في الكليه بيجي لهم انيميا، علشان مش بيقدروا يصنعوا ار بي سيز بكميه كبيره. ناس عندهم فشل كلوي في الكدني بيحصل لهم انيميا علشان مش بيقدروا يصنعوا ار بي سيز كويس. قعدوا يبحثوا لقوا ان في هرمون اسمه اريثروبيتين مش بيطلع عند الناس اللي عندهم فشل كلوي. يبقى الاريثروبيتين يطلع منين؟ بيطلع من الكليه. يبقى 85% من الاريثروبيتين في الشخص الادلت بيخرجوا منين؟ من الكدني، من الكليه بتاعت الانسان. و15% بيفضلوا يطلعوا برضه من الليفر. يعني الجنين وهو لسه صغير الليفر هو اللي مسؤول انه يطلع كل الاريثروبيتين. اول ما الشخص يبقى ادلت كده ويكبر ويبقى زي الفل، الكليه بقى اللي بتتولد الدور ده وبتطلع 85% من الاريثروبيتين والليفر بيطلع 15%. وده اللي فسر لك ان الناس اللي عندهم فشل كلوي، رينال فيلير، يبقى عندهم انيميا. ليه عندهم انيميا؟ لان الاريثروبيتين اللي بيطلع من الكليه ما بقاش يطلع تمام، لانه كان بيطلع من الاندوثيليوم بتاع الكليه الكدني، فلما بقاش يطلع ما بقاش يحفز تكوين ار بي سيز، فالناس دول ما بقاش عندهم كرات دم حمراء بقى عندهم انيميا. علشان كده نلاقي الاشخاص دلوقتي اللي بيبقى عندهم انيميا بنديهم احنا دواء اسمه اريثروبيتين، بنديهم الهرمون ده في صوره دواء تمام كده؟ طيب ده كده اتكلمنا عن الوظيفه بتاعته واتكلمنا عن السورسز بتاعته. طيب ايه الحاجات اللي بتتحكم في الاريثروبيتين ذات نفسه؟ ايه الحاجات اللي بتزود الاريثروبيتين؟ اول حاجه قلناها الهيدوكسين، الهيدوكسين بتزود الاريثروبيتين. ايه تاني؟ هي يعني الحته دي شبيهه بالحاجات اللي بتزود الاريثروبيسيس، يعتبر هي الحاجات اللي بتزود الاريثروبيتين. تعالى يا سيدي، انت عندك في حاله طوارئ مثلا، انت كنت فاكر في الادرينالين والنور ادرينالين ان هما كانوا بيسموهم هرموني الماده والطارئ، الكلام بتاع الاحياء ده، هرمون الادرينالين والنور ادرينالين وظيفتهم ان هما يخلوا الجسم في حاله طوارئ، يعني الجسم في حاله طوارئ، فيبداوا يحفزوا جسمه انه يشتغل كويس جدا. طيب انت بتجري بتتخانق بتعمل اي حاجه محتاج طاقه، يعني محتاج اكسجين، يعني محتاج ار بي سيز كتير تشيل الاكسجين ده، فالادرينالين والنور ادرينالين بيحفزوا الجسم ان هو يطلع ار بي سيز كتير عن طريق ان هم يحفزوا الاريثروبيتين. يبقى الادرينالين والنور ادرينالين بيحفزوا الاريثروبيتين. طيب ايه تاني؟ يبقى هيبوكسيا والادرينالين والنور ادرينالين، وحاجه كمان اسمها ادينوزين. بص يا سيدي، فاكر ايه عمله الطاقه في الجسم؟ انت عارف السؤال ده طبعا، حاجه اسمها اي تي بي. في البايو هتعرف يعني اي تي بي بالظبط. بص اي تي بي دي يعني ادينوزين ترايفوسفيت نيوكليتيدا. دي نيوكليتيدا، بس النيوكليتيدا فيها 3 فوسفيت. فاكر النيوكليتيدات بتاع الدي ان ايه؟ كانت دي نيوكليتيدات مونوفوسفيت، هنا ترايفوسفيت. النيوكليتيدا يعني بتتكون من سكر تمام كده وقاعده وفوسفيت. دي النيوكليتيدا بتاع الدي ان ايه؟ كان النيوكليتيدا كده ونيوكليتيدا قصادها. لو حطينا 2 فوسفيت كمان يبقى دي اسمها نيوكليتيدا بس ترايفوسفيت. زي ايه؟ زي الاي تي بي. اي تي بي اسمه ادينوزين، يعني في قاعدة أدينين وسكر ريبوز أهو وثلاثة فوسفيت، فعشان كده بيسموه. بص لما يقول لك أدينين يبقى دي القاعدة بس، أدينين يبقى دي القاعدة بس. لو قال لك أدينوزين يبقى دي جزء إيه ده هنا؟ يعني أنا بقول تاني عشان ما تتلخبطش. الأدينوزين دي على بعضها اللي هي القاعدة مع السكر يسموها أدينوزين. يبقى أدينوزين يعني أدينين مع ريبوز يسموه أدينوزين ترايفوسفيت تمام كده. لما انا عايز انتج طاقه بقوم مكسر الفوسفيت ده، تكسير الرابط دي بيديني الطاقه، تكسير الرابط دي بيديني الطاقه. تخيل انت جسمك اشتغل تمام كده، جسمك اشتغل وانت دلوقتي عايز تشتغل بقى، خلاص خلصنا شغل وانت عايز تتخانق، عايز تعمل اي حاجه، فعايز طاقه، عايز طاقه يعني عايز طاقه. لو انت الادينوزين ده زاد في جسمك، الادينوزين زاد في جسمك، انت عايز تحوله لاي تي بي، عايز تحط له 3 فوسفين عشان يتحول لاي تي بي علشان تؤدي الوظيفه اللي انت عايزها. فزياده الادينوزين دي
تعتبر ماركر او دليل ان انا عايز اشتغل، عايز احوله الاي تي بي. ليه؟ عايز عشان استخدم الاي تي بي في حاجه ثانيه. لما تلاقي الادينوزين زاد في جسمك بكميه كبيره يبقى انت جسمك في حاله نشاط، لان في اي تي بي بيتكسر وعايز اكون اي تي بي جديد، في اي تي بي بيتكسر وعايز اكون اي تي بي جديد. فكل ما يزيد الادينوزين معنى كده ان انت عايز تحوله الاي تي بي، معنى كده انك عايز تشتغل، معنى كده انك عايز اكسجين كتير، معنى كده انك عايز ار بي سي. فالادينوزين دي، الادينوزين ده زي الادرينالين والنورادرينالين وزي الهايبوكسا، بيروح يعملوا ستيميليشن لمين؟ للاريثروبيوتين اللي هو ينتج لي الايه؟ الار بي سي. طيب ايه تاني؟ في حاجه اسمها الكوبالت. الكوبالت ده عامل حفاز. بص، في فيتامينات عندنا اسمها فيتامين بي 12 وتسميته الثاني اسمها سيانو كوبالامين. يعني الكوبالت ده، الكوبالت المعدن الكوبالت ده جزء من اصلا من الفيتامينات، وهو كمان الفيتامين بي 12 ده بيحفز عمليه تحويل الستيم سيل لار بي سيز. فيتامين بنحتاجه في تصنيع الار بي سيز في عمليه الاريثروبوليسيس. فيتامين بي 12 هنقوله في الفاكتورز هنا كده لما نيجي نتكلم عن الهرمون، ان فيتامين بي 12 واحد من الهرمونات اللي بتحفز العمليه دي، تمام كده. فهو برضو جزء منه في حاجه اسمها كوفاكتور، يعني مساعد، عامل مساعد، عامل المساعد للفيتامين بي 12 معدن اسمه الكوبالت. الكوبالت ده برضو بيحفز الاريثروبوتين. انا كل ده بتكلم فين؟ انا بقول لك العوامل اللي بتنشط هرمون اسمه الاريثروبوتين، تمام كده. زي ايه؟ زي الهيبوكسيا، زي الادرينالين والنور ادرينالين، زي الادينوزين لما يزيد، زي الكوبالت لما يزيد. الحاجات دي كلها تحفز هرمون اسمه الاريثروبوتين. طب انا جبت سيره هرمون الاريثروبوتين ده فين؟ جبته لما كنت بتكلم عن الهايبوكسيا، وقلت ان الهايبوكسيا واحد من الاسباب اللي بتزود الاريثروبوليسيس، تمام كده. يبقى دي كل المنطقه اللي انا بتكلم فيها، بتكلم بكل ده في منطقه الهايبوكسيا اللي هي واحد من الفاكتورز اللي بتحكم في الاريثروبوليسيس اللي هو الاكسجين سبلاي. ناقص الاكسجين سبلاي يعني حصل هايبوكسيا تعمل لي تحفز الاريثروبوليسيس. ازاي؟ انها تحفز هرمون اسمه الاريثروبوتين، تمام كده. طيب نيجي بعد كده على الفاكتورز اللي بعدها. يبقى احنا كده خلصنا الفاكتورز الاولاني، هو اللي كان فيه كل الكلام. طيب نيجي بعد كده على الفاكتورز اللي بعدها، الا وهي الهيلثي بون مارو. ودي سهله جدا. انت دلوقتي علشان تصنع حاجه، لا اضرب لكم مثال حلو دلوقتي، انت عشان تذاكر وتخش كده تلاقي مكتبك منظم وزي الفل كده ويفتح نفسه عن ذاكر، مش ده كده حاجه بتاثر فيك وتخليك تروح تذاكر؟ فده فاكتور افكتنج للمذاكره، صح كده ولا مش صح؟ يعني لما تخش كده تلاقي مكتبك مترتب ومتروق كده وزي الفل، ده حاجه بتحفزك في المذاكره. لما تلاقيه مبهدل وبايظ نفسك بتيجي في المذاكره، انت كده كده نفسك مقفول من المذاكره، بس يعني دعنا نقول المنطق كده كده نفسك مقفول من المذاكره ما تقلقش يعني. طيب نفس الفكره، البوم مارو، مش البوم مارو ده هو المصنع؟ هو اللي بنصنع فيه ار بي سيز. لو البوم مارو سليم وزي الفل، ده بيزود تصنيع الار بي سيز وبيخليها تتصنع كويس يعني بشكل منظم. طب تخيل ان البوم مارو فيه ديفكت، حصل مشكله في البوم مارو ده، البوم مارو ما بقاش هيلثي. هو لازم يبقى هيلثي علشان يحصل جود اريثروبيز تحصل كويس. طب لو البوم مارو ده فيه ديفكت، مثلا اكس راي، مثلا واحد عمال يتعرض لاكس راي، دكتور اشعه مثلا، ربنا يكون في عونه، دكتور الاشعه ده عمال يتعرض لاشعه النار، بعد كام سنه مثلا تلاقي دكتور الاشعه ده البوم مارو بتاعه باظ من كتر الاشعه اللي عمال يشوفها دي. الاشعاع الذري مثلا، الناس اللي هم علماء الاشعاع وكده، البوم مارو ده عمال يتعرض لكميات اشعاع رهيبه جدا تعمل تدستروي، تحطم البوم مارو بتاعه. واحد عنده مالينجنت تيومر، مالتيبل مايلوما مثلا، عنده ورم في العظم، ده بيبوظ له البوم مارو. البوم مارو عمال يبوظ بكذا طريقه، كذا حاجه، في كذا حاجه تعمل ديفكت. واحد مثلا بياخد مضاد حيوي اسمه كلورامفينيكول، ده بيروح يبوظ ويضرب البوم مارو. يعني البوم مارو بتاعك لو باظ، المصنع هنا، اكتب هنا جنب كلمه هيلث بوم مارو كده المصنع، المصنع لو باظ، انت متخيل المصنع لو باظ هتقدر تطلع المنتجات بتاع المصنع؟ لا طب. فعلشان كده الديفكت في البوم مارو بيعمل ديفكت في عمليه الاريثروبيز. طيب نيجي بعد كده على حاجه اسمها الليفر، الهيلث ليفر. يبقى ده البوم مارو اللي هو المصنع. الليفر ده بقى المورد، في مصنع وفي واحد بيمرض له ماده خام. انت عايز تصنع مثلا سياخ حديد، بتروح تجيب حديد خام من الجبال، من الملاجم، من اي حته، ده ماده خام اهو، في شركه مورده بتاخد الحديد الخام ده توديه للمصنع. الليفر ده بقى مورد خام، بيروح يودي للبوم مارو المواد الخام، مش الار بي سيز دي. احنا اتفقنا ان اي ار بي سيز بتبقى عباره عن ممبرين وجواها هيموجلوبين، والهيموجلوبين ده عباره عن حديد زائد بروتينات، منها بروتين اسمه الجلوبين. ركز، هرمون اسمه البروتين اسمه الجلوبين، غير الجلوبيولين. الجلوبيولين ده كان بلازما بروتين، انما الجلوبين ده البروتين بتاع الهيموجلوبين. طيب يبقى انت في عندك مواد خام، عشان تصنع الار بي سيز محتاج جلوبين، محتاج حديد، محتاج شويه بروتينات ثانيه، محتاج كذا حاجه، محتاج شويه فيتامينات تساعد، هنتكلم عليهم في الاخر، محتاج تاكل كويس. بعدين الليفر، الليفر هو اللي بيورد لك بعض الحاجات دي. ازاي؟ الليفر بيخزن وبيصنع بعض الحاجات. بيصنع ايه؟ فاكر هرمون الاريثروبيوتين اللي احنا اتفقنا عليه؟ مش انا قلت لك ان هو في الاطفال بيتصنع من الليفر؟ كنت رسمها لك هنا كده، بيتصنع من الليفر. ها
وقلت في الكبار 15% من الاريثروبيوتين بيتصنعوا في الليفر، يبقى كده الليفر بيصنع الاريثروبيوتين. اختصاره على فكره اي بي او، الاريثروبيوتين ممكن تكتبوا اختصاره اي بي او وانت بتذاكر كده، ده الاريثروبيوتين ما تكتبهاش طبعا في الامتحان. اه صح، في الامتحان في الامسكيو بيصنع الاريثروبيوتين وبيصنع الجلوبين، مش ده بروتين؟ بيصنعه فين؟ في الليفر. طيب بيخزن، بيخزن بعض الحاجات، الحديد ده لما تاكل حديد من الجسم من اي اكل بره مثلا، الجسم بتاعك بيمتصه عن طريق الامعاء ويروح يتخزن في الليفر، فبيتخزن برضه حاجتين، الليفر بيخزن حاجتين، بيخزن حديد وبيخزن بيخزن بعض الفيتامينات زي فيتامين بي 12 مثلا. فيتامين بي 12 ده بيساعد عمليه الايثروبيزيس اللي هي تحويل الستيم سيل لغايه في الاخر. فالليفر لو ما تخيل الليفر فيه مشكله، حد عنده ليفر سيل فيلير، ايه اللي يخلي يسبب له انيميا؟ لان اول حاجه الاريثروبيوتين اللي كان بيطلع انا فقدت نسبه ال 15%، مش بس كده ده الجلوبين اللي كان بيتصنع في تكوين الهيموجلوبين ما بقاش يتكون، مش بس كده ده الحديد اللي كان بيتخزن باظ ما بقاش يتخزن، مش بس كده برضه ده فيتامين بي 12 اللي كان بيساعدني في عمليه الاريثروبيزيس ما بقاش موجود. فكل دي حاجات تاثر على عمليه الاريثروبيزيس. فكل ما الليفر يكون هيلثي، كل ما الليفر يكون تمام وكويس، كل ما عمليه الاريثروبيزيس تكون تمام وكويسه. نيجي بعد كده على نيجي بعد كده على الهرمونات. ده المورد، المواد الخام بيورد لك اريثروبيتين وجلوبين ويورد لك حديد، كل المواد الخام اللي انت بتستخدمها فين في المصنع، يعني الليفر يبعت المواد دي يبعتها للبون مارو، فالبون مارو يصنع، يبقى انت كده ايه الاثنين دول تحفظهم مع بعض، هيلثي بون مارو هيلثي ليفر، المصنع كويس ومورد المواد الخام كويس. طيب نيجي بعد كده على الهرمونات. الهرمونات اللي عندك في نقطة أنا قلت لك في أول المحاضرة خالص، في أول في المحاضرات اللي فاتت لما اتكلمنا، قلنا إن الأر بي سيز كاونت عدد الأر بي سيز بيبقى في الميل أكتر من الفيميل، وقلنا إن الرجل مكلف بشغل أكتر، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بطاقة ومجهود أكبر يعني، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى عدد الأر بي سيز فيه أكتر عشان يحتاج أكسجين أكتر فيشتغل أكتر. طيب إيه بقى الميكانيزم اللي بيحصل في الجسم؟ وهنا نفسر لك إزاي ربنا سبحانه وتعالى يفسر لك بقى إزاي الأر بي سيز بتاعت الميل أكتر من الفيميل. الهرمونات، واحد من الهرمونات اسمه هرمونات الذكورة اسمها الأندروجين، اللي هما التستوستيرون ومشتقات اندروجين. ان شاء الله في سنه ثانيه هتاخدوا بالتفصيل بقى المشتقات بتاع الاندروجين وازاي بيتكون في المديول الريبرودكتيف. الاندروجين ده، هرمون الاندروجين ده بيعمل ستيموليشن للاريثروبيزيس، بيزود الاريثروبيزيس، وده يفسر لك ان الميل الرجاله عندهم اندروجين اكتر من الفيميل، الفيميل برضه بيبقى عندهم شويه اندروجين، يعني الفيميل بيبقى عندهم هرمونات ذكور عادي ده طبيعي بس بالنسبه للرجاله طبعا، لكن الميل عندهم كميه اندروجين او هرمونات ذكوره عاليه جدا، والاندروجين ده بيحفز عمليه الاريثروبيزيس، بيحفز تصنيع الار بي سيز، ده يفسر لك ان الكاونت او عدد الار بي سيز اعلى في الميل اكتر من الفيميل. طيب هرمونات زي ايه تاني؟ الثيروكسين او هرمونات الغده الدرقيه بيسموهم تي 3 وتي 4. الثيروكسين او تي 3 وتي 4 هرمونات الغده الدرقيه دي بتحفز الميتابوليزم في الجسم، تحفز عمليه ايض الطعام، انك تاخد الاكل وتكسره وتبني جسمك، مش دي عمليه كلها بتحتاج طاقه، ولما تحتاج طاقه يعني محتاجه اكسجين وتحرق ومش عارف ايه، الكلام ده كله يبقى محتاج عمل ار بي سي تشيل الاكسجين دي كتير، يبقى محتاج الثيروكسين دول هيحفزوا ايه؟ عمليه الاريثروبيوزيس. علشان كده الناس اللي عندهم الغده الدرقيه متحفزه قوي، عندهم فرط او زياده نشاط الغده الدرقيه بتاعتهم، بيبقى عندهم بوليثايسيميا. يعني ايه بوليثايسيميا؟ يعني عدد كرات الدم الحمراء كبيره قوي. طيب الناس اللي عندهم هايبوثايرويديزم، هايبو يعني نقص، هايبو ثايروديزم ازم يعني مرض او متلازمه، هايبو ثايرويد، هايبو يعني نقص هرمونات الغده الدرقيه، الثايرويد اللي هي الغده الدرقيه، وعكسها هايبر، هايبر هتعمل هايبريشن او هتزود الاريثروبيزيس، فدي بتعمل لك بولي سايثيميا، بولي يعني زياده، بولي سايثيميا، بولي سايثيميا يعني زياده عدد كرات الدم الحمراء، وده مش حاجه حلوه يعني، هي لما تزيد ما هو الهيموجلوبين اللي فيها مش لما اقعد ازود اعمل كرات دم حمراء كتير بس مش قادر احط فيها كميات كويسه مناسبه من الهيموجلوبين، ده مشكله برضه. فالهايبر ثايروديزم ما تنفعش تقول بقى ده انا عندي هرمون الغده الدرقيه عالي قوي قوي قوي، فكرات الدم الحمراء عددها كتير قوي، هو عادي بس على الفاضي، عالي قوي بس على الفاضي، لا انا عايزه المناسب، تمام كده؟ يا اما نقص هايبو ثايروديزم، هايبو ثايروديزم يا اما نقص هايبر، ده الهايبر، انما الهايبو يعمل لك انيميا. يعني يا اما الثيروكسين ده لو زاد يزود كرات الدم الحمراء بس بيزودها بلا فايده، يعمل لي مرض اسمه بوليثايتيميا هنتكلم عليه ان شاء الله، وبعد كده نقصها يعمل لي انيميا برضه مرضه هنتكلم عليه. طيب نيجي للهرمون الثالث اللي هو الكورتيزول او اسمهم جلوكو كورتيكويد، جلوكو كورتيكويد.
كورتيكويدز لانهم بيخرجوا من حاجه اسمها كورتكس، الكورتكس اللي هي قشره الغده الكظريه، ادرينال كورتكس. كورتيكويدز يعني اللي بيخرجوا من قشره الغده الكظريه. جلوكو جاب من الجلوكوز السكر، الميتابوليزم بمعنى صح، مش الجلوكوز ده لما بحرق بيديني طاقه، ومن اسمه من الكورتيزون ده اسمه جلوكو كورتيكويدز. جلوكو كورتيكويدز يعني بيساعد في الميتابوليزم بتاع السكر، يعني عايز طاقه مش عايز طاقه، عايز طاقه يعني بمعنى كده يحفز الاريثروبيزيس والوقفه بس خلاص منه، هيحفز عمليه الاريثروبيزيس. احنا هنا اتكلمنا عن الاول اربعه، الاكسجين سبلاي، الهيلثي بون مارو، الهيلثي ليفر، الهرمونز، الدايت. هنتكلم لسه عن الدايت. طيب فضل الدايت، هنتكلم عن الدايت. ايه اللي في الدايت؟ بيقول لك انت دلوقتي حتى بيقولوها بالبديهيين كده في الشارع، انت شفت واحد مش شمس مش عارف ايه، انت ما بتاكلش ايه يا ابني؟ يعني ما بتاكلش؟ ما هو ما بياكلش. مش احنا قلنا ان الار بي سي جواه هيموجلوبين؟ نفس الكلام، مش جواه هيموجلوبين. الهيموجلوبين ده عباره عن هيم اللي هو حديد، وجلوبين اللي هو بروتين. طيب انت ما بتاكلش اكل فيه حديد واكل ما فيهوش بروتين، يعني انت ما بتاكلش، اللي ما بياكلش فهتلاقي البروتين عنده ناقص والحديد عنده ناقص. الهيموجلوبين هيتكون؟ لا مش هيتكون هيموجلوبين. يبقى من الدايت لازم تاكل بروتينات، لازم تاكل بروتينات كويس، وبيسموها هايبولوجيكال فاليو بروتينز، يعني في بروتينات يا جماعه جسمنا مش بيقدر يصنعها، فانت لازم تاكل اكل بيسموه اكل ذات قيمه غذائيه عاليه، يعني ايه هايبولوجيكال فاليو او اسينشال، بيبقى موجود فيه اسينشال امينو اسيد، يعني دي احماض امينيه لازم تاخدها من بره، من جسمك مش بيقدر يصنعها، في احماض امينيه جسمك يقدر يصنعها دي اسينشال امينو اسيد، في احماض امينيه ثانيه جسمك لازم يجيبها من بره ما بيقدرش يصنعها، دي بيسموها اسينشال امينو اسيد. بعض البروتينات اللي بتخش في تكوين الجلوبين لازم اكلها من بره، فعشان كده لازم انت تاكل اكل فيه بروتين، لو ما اكلتش اكل فيه بروتين وشك اصفر، عمليه الاريثروبيزيس بتقل، فكل ما تاكل حلو كل ما تدي الماده الخام للاريثروبيزيس، فاهم قصدي؟ يعني كل ما تجهز نفسك للمذاكره حلو كل ما هتذاكر كويس، كل ما تجيب الكتب كده وتنظمها وتحطها قدامك كل ما هتذاكر، انما سايب الكتاب وما جبتوش، سايب مش عارف ايه ما شغلتوش كده مش هتشتغل عمليه الايه؟ الاريثروبيزيس او المذاكره. طيب ده بالنسبه للبروتين نفسه، ده الجزء البروتين. بعد كده المينرالز المعادن، الحديد، انت ما بتاكلش اكل فيه حديد ازاي هتصنع الهيموجلوبين؟ الحاجات اللي بتساعد في تصنيع الهيموجلوبين في بعض المعادن زي ما قلنا من شويه الكوبالت او املاح الكوبالت والكوبر، النحاس والكوبالت، الاثنين دول بيساعدوا في تصنيع الهيموجلوبين. ليه؟ لانهم بيحفزوا فيتامين اسمه فيتامين بي 12، بي 12 الفيتامين بي 12 ده مع بعض الفيتامينات الثانيه زي فيتامين سي، وفي حاجه اسمها فيتامين اسمه فوليك اسيد، فوليك اسيد يعني سواء مسح الفيتامين سي من هنا كده مش عارف باين عندكم ولا لا، لكن مش كمان اهو، وفيتامين سي. بص يا سيدي، البي 12 والفوليك اسيد الاثنين دول بيساعدوا في الباثوي اللي كنا راسمينه هنا اللي هو بتاع تحويل الستيم سيل للار بي سيز، بيساعدوا في الانقسام، بيساعدوا في عمليه انقسام الدي ان ايه علشان في الاخر يكون الار بي سيز، فلازم يبقوا موجودين تمام كده. والفيتامين سي ده بيساعد في امتصاص الحديد، فدي امثله على الفيتامينز الفيتامينات اللي لابد تكون موجوده، وجودها بيحفز عمليه تصنيع الار بي سيز او الاريثروبيز. لو مش موجوده شخص ما بياكلش هيحصل له انيميا، لان الفيتامينات دي مهمه جدا لتصنيع الار بي سيز. نفس الفكره برضو المعادن اللي هم الحديد، لازم ياكل اكل في حديد، كوبر وكوبالت، النحاس والكوبالت لازم اكل، طبعا بتبقى نسب صغيره بس مهمه جدا علشان بيحفزوا الفيتامينات، بيشغلوا الفيتامينات دي وبيشغل عمليه تصنيع الهيموجلوبين وهكذا. ده كان باختصار الفاكتورز اللي افكت الاريثروبيزيس. تمام كده، يبقى احنا كده خلصنا المحاضره بتاعه النهارده الحمد لله. طيب انا ماشي بترتيب اهم محاضرات يا جماعه، انا ماشي بترتيب محاضرات اللي في اول الكتاب اللي في الفيرس بتاع الكتاب. ليه؟ انا عايز اربط الاجزاء اللي اشرحها في الفيسيو بالبايو، علشان ما ابقاش مثلا بشرح لك النهارده بليتلت في الفيسيو واروح اشرح لك في البايو الميتابوليزم بتاع الار بي سيز، فانا عايز امشيها بنظام. وما تقلقش، يوم المحاضره السادسه بتاع الفسيولوجي في كل ان شاء الله تخلص، هتخلص معاها محاضرات الفسيولوجي كلها ان شاء الله باذن الله يعني، وهتكون خلصانه وانت فاهم كويس ومذاكر كويس، بس ماشيها بالترتيب، يعني مش عايز اشرح لك مثلا نص الفيسيو في يومين ولا حاجه، ونكون مثلا نروح نشرح نص الفيسيو نشرح نص نشرح نص الفيسيو الثاني اوكي، نشرح نص الفيسيو الثاني واحنا بنشرح حاجه ثانيه في البايو مالهاش علاقه، انا عايز بس امشيها لك فيسيو مع فارما مع بايو الثلاثه مع بعض، يعني لما ندرس الار بي سيز ندرس الميتابوليزم اللي بيحصل فيها، وندرس مثلا الامراض اللي بتحصل فيها اللي هي الانيميا، وندرس علاج الانيميا، انا عايز نمشي كده مع بعض، وما تقلقش كل الكونتنت هيخلص ان شاء الله في مده كافيه مع الكليه بالظبط. يلا بالتوفيق ان شاء الله.